عشرات الإعلانات، بس مثل قصة صاحب هذا البراند ما مر علي. هذا رجل يملك وظيفة أكاديمية مرموقة، عضو هيئة التدريس، ومتخرج من هارفارد، من يعني أعرق الجامعات، حلم أن الشخص يتخرج منها، وفي يده وظيفة. مع ذلك يوم رجع وباشر قال لا، هذا مو ما أجد نفسي هنا. قدم استقالته، كل اللي حوله ويا مجنون، أنت صاحي، أنت دكتور، تترك وظيفتك تروح تفتح مشروع ما تدري ينجح ما ينجح. في أقل من سنتين باع 500,000 قطعة بمبيعات 100 مليون ريال. ليش؟ لأن الرجل عنده هدف، يعرف وش يشتغل عليه، ما ترك وظيفته ونام على الشهادة، لا، راح يشتغل في فرصة موجودة أمامه ويعمل عليه. دكتور تميم، يا هلا ومسهلا، يلا حيا. الله يقويك، يعطيك العافية، نورتنا. الله يطول عمرك. بالله قالوا عنك مجنون؟ والله الأغلب قال كذا. وصراحة كانت خطوة ومخاطرة كبيرة جدا جدا جدا، لكن حتى توفقنا يعني، توفيق رب العالمين. يعني دكتور، أنت اللي سويته ترى يمكن 1% من اللي معهم شهادتك والوظيفة اللي في يديهم ما يسوونها. وش اللي خلاك تسوي الشيء ذا؟ صدق صدق الصراحة الناس يعني ما أدري، شيء في داخلي يميل إلى موضوع التجارة بشكل مرة كبير. اليوم السوق السعودي ووقتها حتى وإلى اللحظة في فرص كبيرة جدا تنتظر ناس يعني يدخلون يحلون المشاكل للفئة المستهدفة ويطلعون ببراندات أو منتجات خلينا نقول تضرب، زي لبل اليوم الحمد لله بعد 500,000 قطعة في أقل من سنتين. هذا رقم جدا إعجازي. نتكلم عن 500,000 قطعة في أقل من سنتين، هذا رقم جدا جدا عالي، مبيعات تقريبا خلينا نقول تعدت 100 مليون ريال سعودي. ما شاء الله تبارك الله، في خلينا نقول يسمونه استشوار شعر، صح؟ لكن هذه الأرقام تدل على أن الموضوع في ناس تحتاجه، في ناس تحتاج هذا المنتج، وهو يحل مشكلة جدا كبيرة. الموضوع أكبر من أنه يعني منتج وخلاص حط عليها اسمك وكذا، لا لا، الموضوع يعني اليوم لبل طلعت بعشر منتجات، كل منتج النسخة الأولى تختلف عن النسخة الثانية. الموضوع خلفك يعني فريق كبير جدا وأثق فيه جدا أنه يشيل هذا البراند لمستوى مرة مختلف. الحين هذا الجهاز يمكن أتوقع يوم جيت تعلم اللي حولك أنك تبيع منتج زي كذا، يا أخي استشوار شعر، تترك دكتور في الجامعة تروح تبيع استشوار شعر؟ لا بلا، صحيح. كم جاب لك اليوم؟ لبل بعد ما قلت لك 500,000 قطعة مبيعات أكثر من 100 مليون ريال. مستوعب الرقم 100 مليون ريال؟ طبعا 100 مليون هذه ما جت لأنه منتج هبة ولا لا، منتج له احتياج وجودة عالية. أتفق معك مرة. اليوم أجهزتنا حنا كل يعني اليوم لبل برش هو النسخة رقم 8 من يوم بدينا، طبعا احنا بدينا اقل من سنتين، تكلم عن سنه ونص تقريبا، لكن كل دفعه عن الثانيه في اي جهاز من اجهزتنا، واحد منها لبل برش، ترى هتختلف عن اللي قبلها، تختلف اشياء كثير. اليوم اي رده فعل من العملاء بالنسبه لنا كنز، يعني واحده قالت شفتوا الراس حق الاستشوار، احنا ما ندري شو السالفه، هذا نبغى اطول عشان نمسكه باليد الثانيه ويصير اسهل الاستشوار. احنا الصراحه ما ندري، لكن كفريق منتجات انه والله هذه فيها فرصه. فالدفعة مثلا رقم 3 تصير تختلف عن رقم 2 في موضوع ان راسها اطول. مثلا اكتشفنا ان سماكة الشعر بالنسبة للبنات السعودية مختلفة مثلا عن بنات امريكا، عن بنات الصين. فالمطور اليوم في لبل برش 1100، عالميا المطور في فرش الاستشوار يعني من 800 الى 1000. طب ليش احنا حطينا 1100؟ احنا نحتاج هذه القوة عشان تتعامل مع شعر الناس اللي موجودة هنا. بالضبط، ان ليش يختلف؟ طبعا لما نعدل القوه الى 1100 ياثر على الفرش، كيف نخلي الفرش اقوى انها ما تتاثر بال1100 وهكذا. موضوع ان السلك يلف، يعني النسخ الاولى من لبل برش ما كانت كذا. موضوع الاكسسوارات اليوم ان الناس قالت لنا نبي شنطه نتنقل فيها لبل برش، نبي مثلا واحده من العميلات قالت نبغى فرشه تنظف الاستشوار، هذه ما كانت موجوده في السوق السعودي ابدا. رحنا يعني طلعناها يعني بأصعب الطرق، أننا نبغى شيء ينظف فرشة الاستشوار بطريقة ممتازة. اكتشفنا في شيء في العالم ينظف فرشة الاستشوار، ليش ما نجيبها في لبل ويكون من ضمن المنتج، ما يحتاج حتى هناك موجود يباع كأكسسوار بثمن. بالضبط، كان مثلا
القطعة هذه مع الشنطة مثلا كانت تباع تقريبا $10 في امريكا. واحدة من العميلات ايضا اقترحوا ان نبغى نقسم شعرنا قبل ما نستشفنا بالكلبسات، فضفنا طب هل هي 3 كلبسات ولا 4؟ اكتشفنا ان لا، البنات 4 كلبسات لتقسيم الشعر وقت الاستشوار او وقت اي تسريحة معينة، فاضفناها كلها بطريقة سلسة داخل منتج واحد، انها لما تجي لما تشتري الوحدة هذا المنتج يجيها كامل، سواء القطعة الرئيسية للاستشوار او كلبساتها وفرشات تنظيفها او الغلاف اللي يغلفها من برا ويحفظها سواء في السفر ولا في احنا نقدم المعادلة الصعبة اللي هي جودة عالية وسعر مناسب. قبل لا اجي الدكتور قال لي فهد انا ما ابي احرجك مع الناس، ابيك تدخل وتعرف سعري عالميا وتحدى بتلقى نفس السعر حقنا. بالضبط، انا ابغاك تدخل وتبحث انت بنفسك يا فهد، وانت الخبير حقنا. ما جيتك الا باحث وعارف. اليوم ابغاك تشوف سعر الفرشة هذه، سعر الاستشوار وسعر الشنطة وسعر الكلبسات مع فرشة التنظيف. انا اقول لك اليوم حنا نفرق عن السوق العالمي، غير موضوع الضمان وسرعة التوصيل وحنا موجودين في طبقة المواصفات، هذه خلها على جنب. احنا نقول لك تعال قارن بالسعر، الجودة نفس الشيء، الجودة الناس بتجرب وناس جربت ترى، يعني اليوم احنا ما نبيع شيء مو معروف، احنا نبيع شيء انباع منه 500,000 قطعة. اليوم احنا عندنا كمتجر الكتروني عندنا 500,000 عميل تثق في لبل، يعني الموضوع تعدى مرحلة انه والله احنا نعرف الناس بهذا البراند. ما عندي انكم حاصلين على اعلى تقييم منتجات في المتاجر السعودية. صحيح، ونفخر فيه انه في منتجنا الرئيسي اللي هو لبل برش اللي بدأت فيه البراند اصلا، اليوم احنا عندنا اكثر من 20,000 تقييم، 20,000 عميلة حقيقية قيمت. طبعا الموقع الاحصائيات هذه حصل عليها من الشركة اللي هي مستضيف الموقع كلها. صحيح. كاملة. صحيح. يعني مو من عندهم هم علشان تقول انت ممكن هم يحطوا. صحيح. هذا طرف ثالث محايد. بالضبط. هو اللي معطيه الاحصائية هذه، قال له ترى انت المنتج اللي عندك هذا هو اعلى تقييم منتج في السوق السعودي. صحيح. من عميل حقيقي. في براندات اجهزة الشعر وكذا لا، في كل البراندات على مستوى كل القطاع، مدام عندك هالجهاز اي شيء يصير في هالجهاز فراح نضمن لك خلال 2 سنين. ومو بهذا كلام بس، نقول لو صار لا قدر الله ما صار، وترى تصير، يعني تصير احنا بالنسبه لنا تصير، خلينا نقول 1 من 1000، ومع ذلك اي احد يصير لاي شيء في الجهاز ترى مباشره الجهاز اللي عندك وبنرسل لك واحد غيره، وحنا نعرف وش نتكلم عنه ونعرف جودته، نعرف جودة هذا الجهاز ونضمن لك، ما يحتاج الاوراق ولا يحتاج تحفظ الضمان، ما دام عندك رقم جوالك برقم جوالك بنغير لك الجهاز مباشره ويوصلك لين باب بيتك مجانا. هذا الدكتور يقول ادخل امازون والمواقع العالميه اللي تقدم منتجات جودتها عاليه وابحث عن البراندات القويه في هذا المجال، شوف كم اسعارها اللي تقييمها عالي زي هذا، شوف 340 الف مقيمينه، سعر الجهاز الحاله $40 تقريبا. صحيح. طبعا هذا بدون شنطه بدون الاكسسوارات بدون اي شيء. بالضبط. مع الاكسسوارات والشنطه كلها كم تجي؟ بالضبط توصل $70 مع الشنطه ومع الاكسسوارات. انتم كم تبيعون الشنطه هذه كامله؟ الجهاز والشنطه والاكسسوارات بالدولار $40، يعني انت بتاخذ $30 عن امريكا، ارخص من امريكا $30. انت بتاخذ الجهاز كامل من براند واحد ومرتب وضمان 2 سنين عندك هنا، يقول لك اي شيء بس لو تقول جهاز صار لي خذ بداله مباشره وباعلى جوده وباقل من امازون وغيره من المواقع العالميه. منتج لبل، شوف هذا البرش حقهم الان العرض عليه $149 بكل الاكسسوارات اللي شفتوها بالشنطه بكل شيء $149. شوف بالله كم عدد اللي اشتروه هذا الجهاز الحالي شارينه 412,496، هذا عدد مرات الشراء. اللي يميزهم حتى غير المواصفات اللي يحطونها والجودة والكلام اللي قلناه، شوف التقييمات تحت، تقييمات حديثة مو هو تقييم قبل سنة، يعني انت تقدر تعرف اراء الناس اللي خذوا الدفعة الأخيرة وش يقولون. شوف هذه مقيمة قبل 4 ساعات، هذه قبل 9 ساعات، هذه قبل 18 ساعة، قبل 18 ساعة، يعني تقدر تشوف آراء حديثة. الآن العرض هذا لا يفوتك، اللي حريص على أن يشتري ترى سعر جدا 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 منافس $149. دكتور كم عندكم منتج الآن؟ تقريبا لبل وصلت 10 منتجات.
نستهدف حنا في كل خلينا نقول تصنيف في العناية بالشعر ينزل لنا منتج لبل برش في موضوع إنه فرشات الاستشوار، لبل ميني للناس اللي يحبون السفر، هي هذا للتنقل. أي ثلاث أجهزة صغيرة، شوف هذا شو باكج كامل يعني بتسافر بالضبط، تدخل يدخل في شنطة مثلاً، تجيب شنطة واحدة كلها، ثلاث أجهزة في شنطة واحدة، هذا اللي تنقلونه وأماكن كثير يروحونها. لبل كيرلي برو أفضل جهاز في السوق للكيرلي، للي تبغى خمس تسريحات بجهاز واحد، هذا الجهاز غنيها، تقدر تسوي كل مقاسات الكيرلي بجهاز واحد. هذا وشو؟ لبل ستريت هو أكثر خلنا نقول ستريت، أو بعض البنات يسمونه سيراميك، تطورا في العالم مو في السعودية بس. ترى هذا جهاز ستريت، مو بالسشوار أو فرشة السشوار، هذا ستريت بس إنه يجي خلنا نقول 3D. منتجاتهم فخمة ومرتبة، تنفع حتى هدايا تهدي لأختك لزوجتك، شيء مرتب وسعرها جدا مناسب. شوف شوف، تجيك مغلفة وفخمة ومتعوب عليها، ما هي براند عادي ترى، والسعر ترى جدا 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 ممتاز، تتكلم عن 149 ريال واصل لعندك كل اكسسواراتك.